قبل الإعلان عن افتتاح أشغال هذا الجمع المبارك المرجو من الحضور الكريم الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيه حميد الهزاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جوال حيث حضر 32 منقرض ومن أصل 44، نعلن بحمد الله وعونه افتتاح هذا الجمع العام السنوي لفريق المغرب الرياضي الفاسي لموسم 2018، وخير ما نفتتح به تلاوة آيات من الذكر الحكيم يتلوها المقرئ محمد الضحالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.